السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الفل عليكم جميعا. دلوقتي احنا موجودين في الجراند اكواريوم، طبعا احنا هنصورها ان شاء الله بقدر المستطاع جزء جزء وحتة حتة. جراند اكواريوم الغردقة اعتقد من افضل المزارات ان انت ممكن تيجي تزورها في الغردقة، خاصة الحوض الكبير اللي فيه السمك والقرش والحاجات دي، انت هتستمتع والاطفال برضه هيستمتعوا. نخش جوه ونكمل ان شاء الله. كده انت اول ما بتيجي على طول بتروح داخل على مكان الكاشير بتاعت على التيكت. اوكي، التيكت لو انت فيه ليهم ويب سايت اونلاين بتاخد خصم. التيكت بتعمل 235 جنيه للفرد، والاطفال تقريبا لغايه سن 3 سنين ونص، بعد كده تبقى نص تذكره. اوكي، هنخش دلوقتي ونتفرج من جوه. السلام عليكم. ده كده اول ما بنخش في حاجه اسمها، دي اسمها الغابه الممطره. دي اسماك ميه عذبه، دي كلها ميه عذبه زي ما انتم شايفين كده المنظر. طبعا هنا معذره الفلاش ممنوع عشان بيأذي الاسماك، فاحنا هيبقى الشكل داكن كده شويه. اوكي، هو متقسم لثلاث اماكن اللي هي الغابه الممطره دي، وبعد كده هنخش جوه في اللي هو حته كده زي حديقه حيوان اسمها بتاع، وبعد كده الاكواريوم. فاحنا هنمشي خطوه بخطوه ونمشي معاه. بصوا السمك شكله خطير. نخش بقى جوه ونكمل. في جسر كده اهو بنعدي عليه. دي الحته اللي هي بتاعت اسماك اسمها الكوي، دي بتعيش في المياه العذبه في نفس الجزيره، في نفس الغابه الممطره، بس ما كانوش متجمعين كده الاول، فاحنا جمعناهم. وفي الاستاذه الجميله دي هي بتدي لهم الاكل اهي، فادي لهم بقى عشان يتجمعوا كده ونسمع صوتهم. اهو بص سبحان الله، بص بيعملوا ايه في ايديها، سبحان الله. وطبعا بقهم ما فيهوش يعني ما فيهوش سنان، بيبقى حاجه كده يعني عامل زي الشفايف كده، فبياخدوا منها الاكل. في حوض سمك اهو، دي هي اسمائهم، بنغسوس العملاق وسمكه الارونه. كده احنا لفينا وهنبتدي نخش من هنا على الحته اللي فيها زي حديقه حيوان صغننه. ده كده هنا ايه ده؟ تمام، مش موجود في حد. هو كده في طبق كده فيه ميه، مفيش حاجه. لا ده في تعبان، ده في تعبان وكوبرا. يا نهار ابيض، ما شاء الله تعبان، منظر خطير. بصوا ما شاء الله تخن قد ايه. هو نايم الراجل، نايم مريح شويه طبعا، فاحنا مش عايزين نقلق نومه، فنسيبه يرتاح براحته يعني. فاتحين له الباب كده، هو تقريبا هو في زوجته الناحيه الثانيه ممكن ولا حاجه، فهم حاطينه كده. اوكي، هنطلع بقى للحته اللي فيها حديقه الحيوان الصغيره. ده هنا نسر اهو، مش عارف باين في الكاميرا ولا لا، بس انا بحاول بقدر المستطاع ان انا اجيبه. اهو
تمام، اتنين هم قاعدين وقاعدين فوق الشجره، وطبعا النسر معروف ما بيحبش يعيش في مكان تحت الارض، بيحب يرفرف فوق. تعالوا بقى نشوف التماسيح، الحاجات اللي ما بتهزرش يعني. طبعا دول عندنا هناك في النيل يعني. موجودين في النيل عندنا، بس يعني ايه المنظر. بص واحد هناك اهو، بص رافع دماغه لفوق كده يعني ما شاء الله، مستني بس اي حاجه. في مجموعه تانية اهو نايمين ولا طالعين فوق، بص بيتحرك اهو. هي مكتوب حتى في البتاع تماسيح النيل. تماسيح النيل طبعا انت بتدفع، ممكن تدفع فلوس هنا اهوت، بيبقى فيه بره بيعرضوا عليك ان انت لو عايز تاكل التماسيح او تاكل السمك، بيبقى فيه اكلات موجوده مخصوصه بره، بتشارج تشتريها وبتاكل انت التماسيح بقى وتعيش حياتك انت، تقعد تاكلهم. انا شخصيا مش عايز اكل حد يعني، انا هخاف هياكلني يعني، مش ناقصين. البجع والشلالات اهو، واقف الراجل كده ايه مرتاح اهو. بص بيحرك دماغه ازاي، وجاي هنا اهو جاي يسلم علينا اهو. شايف اهو بيسلم عليكم اهو. شايف 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 شايف، سبحان الله. الله. واحده كمان بقى عشان ايوه اهو، واحده كمان بقى اهو. طب طب ده هياكلنا، كبل لكم عليه اهو. بس كل واحد طعام البجع واحد دولار، يعني هتدفع حوالي 15 جنيه. اوكي نيجي نخش في المكان بقى اللي فيه الاسماك، والدنيا هتضلم تاني، فاعذرونا بقى بس هنكمل ان شاء الله. اول ما هنخش كده قابلنا حوض السمك الجميل هنا، ده نفس المكان اللي احنا كنا جينا منه من بره، هو بس احنا لفينا كده، وبيبقى عاملين لكم زي خطوط في الارض بس اسهم كده اهي باينه بشكل واضح، بحيث ان انت تمشي عليها فما تتوهش يعني، ان انت ممكن تتوه طبعا هنا في الوضع دوت. اوكي هو عامل لنا ان احنا نطلع من هنا، وكاتب لك اهو من هنا، فاحنا هنطلع من هنا ونشوف. هنعدي بقى على الجسر دوت، معمول كده بشكل خشب ومربوط وبتاع، فطبعا اكيد ايه هتلاقيه بيتهز كده وحاجات جميله، بس احنا هنعدي عليه اهو. معمول كده بقى عمال يروح ويجي بينا كده ما شاء الله. احلى حاجه لما تقف بقى على حاجه زي كده تقعد تتنطط شويه، تلاقي نفسك عمال تطلع وتنزل، وبعد كده ممكن بقى ايه نلاقي نفسنا تحت. ودي الاول اسمه دوت هي التماسيح اللي احنا كنا عندها تحت دلوقتي. اول ما هننزل بقى قابلنا، يا ترى ايه يا ترى ايه اللي هقابلنا؟ في حاجه تهو بتقول اصوات كده جميله. اهي البومه بقى، دي البومه، ده مكان في البومه. البومه دي اهي طول ما انت ماشي تلاقي بتقعد تبص لك. بص انا هتحرك كده هتلاقي ايه بتلف دماغها سبحان الله 360 درجه. بصوا شوف، اول ما انا هلف كده تبتدي هي سبحان الله عندها قدره عجيبه انها تقدر تلف دماغها 360 درجه. بص شوف اهي ما شاء الله، شوف شوف لف دماغها ازاي. هجيبها انا كده، حاول اجيبها من الجنب ده شوف لفت دماغها ازاي؟ بقت دماغها لفت حوالي 360 درجة، أنا واقف دلوقتي في ظهرها بالظبط. سبحان الله. دي البومة. نطلع بره بقى. الراجل الطيب دوت قاعد، بص ماسكهم وماسك لكم ايه؟
تصور يعني لا تصور ايه يا عم ده تخلي راح جزمه واشعر يا راجل حاطط لهم بص الاكل اهو دي السلاحف الكبيره فاصلينهم كده الكبير انا الصغير اعتقد في مكان تاني برضو هناك صح في سلحفه كبيره جدا طب احنا خارجين ها ودي بقى ايه دي ما في حته فيها المسانيس بقى والشمبانزي ده هو قاعد عمال يلعب الراجل بتطوح اهو دي اللي هي اللي يفتح حاطين فيها ايه اسمه عبلانج سوداني ودول بقى قاعدين مجموعة مع بعض كده ايه مع نفسهم كده طبعا حاجات دي للأطفال يعني روعة هينبسطوا بيها جدا هم قاعدين بص 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 بينطوا ازاي صغير خالص عمال ينط اهو مش قاعد في ارض الراجل عمال يشد فيهم وفي الاخر راحوا جم نزلوا بص 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 قاعد بياكل سبحان الله بص قاعد بياكل ازاي قاعد ايه لا في حاجه ماشيه على رجله فالراجل بيهشها الشكل لطيف ده بقى ايه اللي ما اعرفش يعني يعاقبوه تقريبا قاعد لوحده ما هوش حد قاعد عمال بياكل حاجه هو كده مش عارف بياكل نخش بقى على الجراند اكواريوم نفسها هنمشي بقى طبعا كده اهو نطين كده اهو هنلاقي السلحفه والحاجات اللي بتعوم دي شايفين تطلع عايزه تطلع من المايه شايفين اهو عايزه تطلع عشان لا يا بتطلع تقريبا عايزه تبين ان انا اكلها يا اما هتاكلنا انا لو ادهاش في واحده ثانيه وفي واحده قاعده تحت اهي طبعا السلحفه عماله ايه عايزه تطلع باي طريقه كل ما انا بقرب منها بتروح جايه اهي بص اول ما هاجي كده بص 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 بتيجي ازاي هي بتطلع اهي شايفين سبحان الله كل ما اجي تقريبا عايزه تاكل يعني هي عايزه تاكل او من هنزل لا 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 هي عشان انت اول ما تشوفها ابعد عنها هتنزل اول ما هقرب منها كده بص هتطلع ما طلعتش اهي طلعت اهي اهي في هنا برضه حوض سمك تاني الازاز معمول بشكل معين بحيث ان هو يديك تكبير للحاجه دي كبين بقى هنا برضو معلومات عن السمك نفسه اللي موجود خش جوه دي كده اسماك تانية طبعا كل نوعيات سمك هم حاطين يعني اسمها والسلالة بتاعتها وجاية منين وهم كاتبينها في اليافطة وده المنظر نفسه اللي موجود بتاع السمك في احواض كتير في الحوض اللي احنا ده في الظهر اهو اللي كان فيه السلحفه وده حوض تاني في دي شكلها تعابين يعني تعابين البحر اهو بصوا في واحد طالع اهوت وعامل دماغه اهوت عمال بياكل ولا معرفش بيفتح بقه ويقفله كده يعني هنا وهنا جايب لك نوعيات السمك واليافطه واحد تاني قاعد اهو برضو لا هو ده بيبات هنا بص دي ورا هيطلع بقى في حوض سمك آه
ده حوض تاني، وبرضو كل حاجة زي ما احنا قلنا حاطين جنب منها اليافطة بتاعتها بيشرح لك الحاجة دي من فين واسمها ايه. هادي اليافطة برضو بتاعتها. هنا بقى المنظر الجميل بتاع السمكة الجميلة ديت. بص سبحان الله، هنا كاتب اسمها اهو. كده ده حوض تاني. كل ده طبعا احنا لسه ما وصلناش للايه للقرش. بص السمك سبحان الله، بص الوان سبحان الخالق فيما ابدع. سبحان الله، يعني فعلا الواحد لا يملك الا ان يقول سبحان الله. كل دي سبحان الله من آيات ربنا سبحانه وتعالى. يعني احنا بنستمتع وربنا سبحانه وتعالى برضو أمرنا ان احنا نمشي في الأرض ونشوف، يعني تأكيد وإثبات لوجود ربنا سبحانه وتعالى طبعا. فسبحان الله، يعني منظر الأسماك وألوانها واختلافها سبحان الله حاجة جميلة جدا. هنخش بقى كده هنا في حتة هم عاملين لنا كده السهم بيقول خش هنا، فاحنا هنخش برضو مش عارفين بقى في ايه. دي حته كده فيها ده تعابين برضو او حاجه زي كده، قاعد ملفوف حوالين او واحد بيتحرك اهو، وعاملين لهم كده خرام كده فبيخشوا فيها او حاجات بتتحرك او طالعين منها. ايه ده المنظر، في سمكه هي برضو. بعد كده بيقول لك خش من هنا، هنلف من هنا كده حسب السهم ونتفرج على بين حوض السمك ده. طبعا دي اليافطة اللي فيها الاسماك الاسم بتاع الحاجة. نكمل هنا، السهم بيقول لنا نخش يمين فاحنا هنخش هيقابلنا المنظر دوت، زائد ان في الاسماك اهو جايبها برضو عشان حال حابب يقرا الاسم. معلش ممكن يكون مش باين قوي، بس برضو في ناس بتهتم بالحاجات دي فعشان ما يبقاش حرام لحد من حاجه كده. كده عاملين هو الاسماك دي عاملين الحوض بتاعتها كده بشكل دايره، حاجه كده زي اسطوانات دائريه كده لفه بالمنظر ده. هكذا ماشي مع السمكه اهي، الاحواض كلها دائريه كده. نطلع بقى برا نكمل بقية رحلتنا جوه جراند اكواريوم. دي حاجة كده عاملينها كده عاملة زي الديناصور بس هيكل عظمي ومربوط بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ما ده طبعا احنا هنلف وهننزل، هو في مكان كده اهو، وبيقول لك ان احنا ايه ده حتة اسمها وادي الحيتان. وادي الحيتان اوكي، هنلف وننزل تحت. ده كده المنظر من تحت اهو، احنا كنا مصورينه من فوق، وفي واحد تاني اهو. وبعد كده هنخش بقى في المكان دوت اللي عامل زي التيوب زي الاسطوانه الدائريه، واحنا رايحين داخلين عليه. السمك اهو ما شاء الله ماشي فوق مننا زي ما انتم شايفين كده. انت كده داخل في ايه، في حوض زجاجي.
زي ما انتم شايفين كده في سلحفة ايه هناك، بس مش عارف اذا كانت باينة ولا لا. بس ايه السمك ماشي فوق مننا اهو. بصوا بقى اهو في قرش صغير اهو باين اهو اهو. وادي الحته دي اللي فيها القرش، يعني طبعا في اسماك تانية قاعده بس في قرش اهو شايفينه كبير اهو منظر. يا نهار ابيض في واحد كبير كبير يعني ما شاء الله اهو اهو شايفين اهو اهو جاي عليا. يا نهار ابيض بص شايفين حاجه كده يعني منظر مرعب. يا نهار ابيض بص لا 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 ده مش هزار. واحد تاني صغير اهو، واحد تاني فوق اهو ماشي فوق مننا. لا مرعب. هو تقريبا المكان دوت بيبقى فيه حد جوه بياكلهم وكده. واحد تاني كبير جدا جاي، في تقريبا اتنين او تلاتة كده ما شاء الله دول شكلهم اللي هم الكوماندا بتاع الحته دي. بص شايفين اهو طالع اهو حاجة كده يعني افترى. بجد يعني ما شاء الله الله أكبر كبير يعني. تشوفه كده تترعب، حاجة غير طبيعية. هو المفروض ان المكان ده بيبقى فيه واحد جوه غواص بيأكله، بس هو تقريبا مش موجود دلوقتي ولا هم كلوه ولا ايه مش عارف. بس هو بصراحة يعني منظره بصوا سنانه اصلا يعني ما نعرفش بقى باينة في الفيديو ولا، بس بصراحة خطير، حاجة خطيرة. طيب نكمل اهو 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 شايفين؟ شايفين الحجم قد ايه؟ اهو وده التاني اهو اهو يعني حاجة كده كبيرة، حاجة ما شاء الله ضخمة. نكمل بقى ونخش جوه هنا نشوف بقية الحاجة. ده برضو تيوب زي اللي احنا دخلنا فيها المره الاولانيه. اهو واحد كبير تاني اهو قرش اهو كبير. هنا حوض السمك نفس القصه، هي اسماك تانيه باشكال تانيه حاجه كده ماشيه ليه برضو جميله. سبحان الله سبحان الله منظر بديع. بصوا بتاع الحوض كبير جدا واحنا واقفين تحت طبعا ده كل ده ازاز، ده عباره عن ازاز ما شاء الله طبعا قوي جدا يستحمل ضغط المايه ده. بص السمكه بص عماله تمسح في الازاز ازاي، يعني ما شاء الله يعني قايمه بتدور تمام بتلمع رايحه جايه. بص ماشيه مع الازاز ده شوف اهو. ده قرش بس صغير اهو، واحد تاني جاي اهو جاي علينا اهي بوشه اهو ماشي فوق اهو. الراجل ما بيهزرش ورجع تاني، عجبه الوضع قالك لا لازم انا افرجكم مره تانية. ده العضه منه ده فتاكه. طيب نكمل نخش هنا حته كده وبعد كده بنبتدي نلاقي المنظر ده حاجات كده معموله بالطوب شكلها لطيف. هو كاتب السهم ان احنا هنخش يمين فاحنا هنخش هنا. هنا بقى دي اهي دي بقى اللي فيها المكان الراجل نفسه رسمين لك اهو، بس يا ريت يكون موجود واحد قاعد جوه بياكله. ما انا مش عارف اقعد الراجل ده جوه ازاي يعني، بس هنشوف اذا كان موجود ولا لا. هنا احنا اول ما طلعنا من تحت الجزء اللي احنا كنا فيه اهو
طبعا انا وقفت عشان الشمس ضربه في الكاميرا, فطبعا الدنيا مش هتبقى باينه في الحاجه كده. لو انت هتروح هنوصل كده للنعامه والسلحفه والخيمه البدويه وكافيه الطيور, ده موجود قدامنا. دي كده الخيمه البدويه. اوكي, فيها هنا حاجات بسيطه اللي عايز يشتري حاجه, اللي عايز طواقي اهو. في قطط لطيفه هناك اهي تلعب. اوكي, ده طاووس اهو, واحد واقف هناك بس مش عارف هو زعلان منها ولا ايه, ولا هي مزعله الست ديت, بس واقف هناك اهو عمال ايه اهو دوبك لسه بيدينا وش اهو. واحد تاني طبعا في الطاووس اللي بيبقى عنده ريش وشكله حلو سبحان الله, ده بيبقى الذكر, انما الانثى بتبقى غالبا بالشكل دوت اللي انتوا شايفينه, مبيبقاش عندها بقى الريش ومش عارف, عشان كده بقول لك فلان ما فيش ريش. هو جاب المقوله دي من هنا لان هو فعلا سبحان الله الطاووس نفسه اللي هو الذكر بيبقى شكله جميل جدا وما بيفرش ريشه, بس هو الراجل تقريبا متخانقين مع بعض فهو مش عايز ينفش ريشه علينا. فاحنا هنكمل تمام. الواحد تاني اهو بس نفس القصه. الوانه طبعا جميله جدا. هنا بقى ده بيت السلاحف, في السلحفة اهي, دي السلاحف الكبيرة شوية, دي طبعا حاطينها في حاجات بتعوم في بيت يعني برمائية اللي هي اللي كانت جوه ديت تمام, لكن دي سلاحف اللي هي بتعيش في البر. هنا بقى النعامة, دي النعامة مساء الفل سبحان الله. بص الدنيا بتعمل ازاي, في واحدة نعامة تانية برضو موجودة هنا اهو اهي اهي. طبعا ما شاء الله المثل اللي يقول لك ريش نعام, هو فعلا الريش بتاعها ناعم جدا جدا جدا. دوت بداية ما احنا ابتدينا, والراجل الطيب اهو بيسلم عليكم, الراجل المحترم اللي قابلني واداني شوية معلومات اللي انا وصفتها في الاول, وان شاء الله يا رب يكون الفيديو يعجبكم وابقى برضو ضيف لذيذ عليكم, وربنا ان شاء الله يجعل ايامكم وايامنا كلها سعادة في سعادة. اتمنى ان يعني ان شاء الله لو فيديو عجبكم ما تنسوناش في لايك وسبسكرايب, ولو ما عجبكمش يبقى كده العفه هنا. وما تنساش تعمل يعني تزرع شيء طيب, واعتقد من افضل الحاجات اللي احنا نعملها ان احنا نقول لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وان شاء الله نشوفكم في فيديو تاني, ويا رب كل الحاجه ان شاء الله تعجبكم ويبقى فيديو لطيف عليكم, والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته, واشوفكم على خير. السلام عليكم.